وفقرتكم المحببة ريمونتادا، معانا أحداث كتير حصلت ومحبين نتكلم معاكم فيها. أول حاجة من الظواهر الغريبة، فوجئنا بكلام جميل جدا وعاقل جدا، هيجب كلام تاني فيما بعد، ولكن كابتن خالد الغندور اتكلم عن فكرة إن التراجع في القرار وفقا للمعطيات اللي حاصلة حفاظا على الوضع ده شيء إيجابي. نشوف الفيديو ولنا كلام تاني. بلدنا قصة مصر اللي يقولها الناس بقت انتصار الأهلي ولا انتصار الزمالك، مين الأقوى مين؟ لا، مصر أقوى، مصر أكبر منكم كلكم. معرفش رئيس تحرير مين يقول لك الغي والأهلي فوق المعرفش ايه، ولا معرفش ايه. والتاني ناحية تانية يقول لك ايه، مين هيبقى حنفي؟ مين حنفي؟ مين مجلس الإدارة هيبقى حنفي؟ لا، مجلس الإدارة مش، مجلس الإدارة مش هيبقى حنفي. كل التقدير واحترام لمجلس إدارة النادي الأهلي وقراراته اللي بتحمي حقوقه. كلام جميل وكلام معقول، ما اقدرش اقول حاجه عنه، بس اسامه يقدر. والحقيقه الكابتن خالد والله يعني الرساله اللي بتوجهها دي احنا بنحترمها جدا، ويا ريت حضرتك تثبت عليها، لان احنا شعارنا هنا التناول بلا تطاول. الحقيقه فقره المنتدى الاولانيه هي بتتكلم عن فكره البيانات، وبنوجه رساله اكتر لجماهير النادي الاهلي، وبنقول لهم بعض الاشخاص بيأثروا بقوا فيكم اعلاميا، فبالتالي بيحصل جاب كبير جدا في وجهات النظر بين الجماهير ومجلس اداره النادي الاهلي. والحقيقه احنا بالظبط مش محتاجين، احنا محتاجين نلتف كلنا، خاصه ان بعض الصوره بتوصل بشكل مغلوط في فكره التراجع في القرارات. لكن نرجع للكابتن خالد غندور اللي كان بيلوم عن من بيقول على مجلس اداره النادي الاهلي ان هم بيرجعوا في قراراتهم او حاجه زي كده، ونشوف نفسه الكابتن خالد غندور وهو بيسال ضيوفه في البرنامج قبل الحلقه دي بيوم كان ردهم ايه. احساسك كده، احساسك ماتش الاهلي والجونه هيتلعب؟ لا، انا احسس ان هم هينسحبوا، هيرجعوا في كلامهم تاني يعني. ده احساسك؟ احساس هيرجعوا في كلامهم. منتصر احساسك ايه؟ هيرجعوا لان مش اول مره يرجعوا في كلامهم. احساسك يا استاذ مصطفى؟ احساسي ان هو حنفي. هيرجعوا في كلامهم؟ حنفي. رؤيه شادي عيسى، خيالك انت ايه اللي هيحصل؟ هيلعب الماتش ده خيالي. ما اعرفش حقيقي. الاهلي هيلعب الماتش. خيالي، الله اعلم خيالي بقى خيال واسع ولا ضيق. هيلعب الماتش زي ما هنشاهد. هيلعب الماتش وهتنزل. هيقول لك برضه علشان امن البلد وبتاع، وتبقى جميله دي، بقى حلوه برضه ممكن تعمل. هيلعب الماتش طبعا. انا عايز اقول للاستاذ شادي عيسى، انت حكمت على خيالك دلوقتي هو واسع ولا ضيق؟